السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعرف على تحديث جديد على حسابات الفيسبوك، وهي أن الفيسبوك أصبحت الآن تتيح لك مشاهدة أو رؤية الأيدي الخاص بحسابك أو بروفيل الخاص بك بدون استخدام أي موقع أو أي برنامج. كما تلاحظون فبالنسبة للصفحة الخاص بي هذا هو الأيدي الخاص بها. في البداية سوف نقوم بالتعريف بما هو الأيدي الخاص بالفيسبوك، وهو عبارة عن رقم تعريفي تسلسلي لأي حساب تجد لديه رقم تسلسلي خاص به، ويمكننا أن نشير إليه بكلمة معرف، ولكل مستخدم على الفيسبوك لديه أيدي الخاص به مختلف عن غيره، وكذلك لكل صفحة لديها أيدي أو معارف الخاص بها مختلف عن الصفحات الأخرى، وهذا ما يميز الأيدي. عادة لا يحتاج المستخدم العادي يحتاجه المستخدم العادي كثيرا، ولكن يحتاجه مدير الصفحات على الفيسبوك لبعض الاستخدامات، وتطرقنا إلى هذا الموضوع من قبل عندما قمنا بمراسلة الدعم الفيسبوك وغيرها من التفاصيل الأخرى، مثلا إذا كنت تريد الدخول إلى حسابك على الفيسبوك ولا تمتلك مثلا رقم هاتف أو اليوزر نيم أو الاسم المستخدم الخاص بك أو الإيميل الخاص بالحساب، يمكنك أن تستخدم الأيدي وتقوم بإدخال كلمة سر، يمكنك الدخول إلى حسابك أو صفحتك على الفيسبوك، وسبقا شرحت هذه المسألة من قبل. إذا لنقوم الآن بالتعرف على ميزة هذا الأيدي وكذلك كيف الحصول عليه من خلال حسابنا على الفيسبوك. إذا فللعلم فقط، فإذا قمت بالذهاب إلى أي مثلا هذه الصفحة الخاص بها، هذا هو الأيدي الخاص بها يظهر أسفل الصورة الخاصة بنا. كذلك إذا قمنا بالذهاب مثلا إلى المتابعين على هذا الشكل، نذهب إلى يتابع، نقوم بوضع الموس فوق كما قلنا مثلا هذه المجموعة وهذه أو هذا الشخص، وتلاحظون الأيدي الخاص به. هنا يمكنك أن تقوم بمعرفة أيدي أي شخص على كما قلنا الفيسبوك، كما تلاحظون هذا هو الأيدي الخاص بهذا الحساب، كذلك نفس الشيء بالنسبة لهذا الشخص. فالعملية سهلة، أصبحت كما قلنا سهلة وبسيطة جدا. سوف نجرب الطريقة التالية، مثلا هذا الأيدي الخاص بنا، هذا هو الأيدي الخاص بنا كما تلاحظون، نعمل له كوبي ثم نذهب إلى هذا الخيار، نقوم بكتابة فيسبوك بهذا الشكل، ثم نقوم بإضافة الأيدي الخاص بنا، ثم ننقر على أنتري. كما تلاحظون الآن تم توجيهه مباشرة إلى صفحتي على الفيسبوك. مثلا سوف نختار إحدى الحسابات أو الأشخاص الموجودة، مثلا هذا الشخص، ننقر هنا على نختار سبكتاليمون، ثم نختار نقوم بتحميل الأيدي الخاص بهذا الشخص، ثم نضيفه هنا مباشرة وراء سلاش بهذا الشكل، ثم نقول على أونتري. كما تلاحظون مباشرة تم توجيهنا إلى البروفايل الخاص بهذا الشخص الذي قام بالإعجاب بالصفحة الخاصة بنا. وبهذه الطريقة يمكنك أن تقوم بمعرفة الأيدي الخاص بحسابك على الفيسبوك بطريقة سهلة جدا حتى بالنسبة للبروفايل. نذهب مثلا هنا، نختار مثلا هنا البروفايل الخاص بنا، نذهب إلى البروفايل الخاص بنا على هذا الشكل، نذهب إلى الفيسبوك ثم نذهب إلى بروفايل. كما تلاحظون سوف يظهر لك الأيدي هنا. فإذا لاحظتم معي هذا التحديث فهو رائع جدا، كما قلنا حتى إذا أردت أن تقوم بالحصول على الأيدي الخاص بك يمكنك الحصول عليه بطريقة سهلة جدا. أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله.